من جهتها، أكدت السيدة بدرية الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عملية التسجيل للحصول على مبلغ تعويض دعم اللحوم سارت بكل سلاسة، ولم تتلقى الوزارة أي شكوى أو تظلم من أي مستفيد. الجيب قالت في تصريح لمركز الأخبار إن المستفيدين الذين سجلوا أسماءهم في شهر أكتوبر الماضي سيتم صرف الدعم لهم في يناير المقبل عن الأشهر الثلاثة الأولى في العام 2016. أي تظلم استلمناه، كل الاتصالات التي استلمناها عن طريق الخط الساخن، مع أن الوزارة وظفت 10 موظفين على مدار الساعة يعملون، إلا أن كل الاتصالات كانت للاستفسار عن بياناتهم وتعديل بياناتهم. الجهاز المركزي للمعلومات يعمل على مدار الساعة على أساس تعديل البيانات. الدفعة الأولى والدفعة الثانية صرفت لها المبالغ. الدفعة الثالثة اللي بتسجل أو سجلت أو بتسجل بعد تاريخ 20 أكتوبر، فإن شاء الله بيكون لها الصرف في يناير حق 3 أشهر، يناير مارس ويناير فبراير مارس. فالمسجلين تقريبا اللي استفادوا من الدعم حاليا وصلوا تقريبا 145 ألف أسرة تقريبا سجلت واستلمت مبالغها.